طيب أبلش أسجل أنا علشان إذا حد عنده سؤال أو شيء. أنا بحكي يعني بالنسبة للامتحان لما بطلع على العلامات وبيكون عندي 40 طالب علامة كاملة، لما بيكون عندي 44 طالب 14 يعني علامة كاملة برضو تعتبر، لأنك يعني تحكي عن 90% يعني إيه، بتحكي عن 86 طالب علامة كاملة، يعني بتحكي أنت عن 30% من الطلاب علامة كاملة تقريبا، فيعني إشي عالي جدا. بعدين لما جمعت لكم إياه نزلت امبارح إنه كم الطلاب اللي جايبين فوق 12، 80% من الطلاب فوق 12، هذه يعني إشي بالجامعة ولا عمره حدا حلم فيه لو أنه إحنا موجودين بالجامعة وفي لقاءات وفي محاضرات وكذا. 80% من الطلاب فوق 80، يعني بيجيني عليها إنه استفهام إنه شو يا دكتور هالامتحانة، بس إحنا لأنه تعليم إلكتروني فيعني ميسرين الأمور شو بنقدر. هلا حطيت البارح يعني أنا بستغرب هيك من شغلية، مش عارف بجوز ظاهرة غريبة أو أنا بشوفها، لأنه يعني أحيانا استخدام السوشيال ميديا والفيسبوك بيكشف أشياء بتكون مخبية بالشخصية. الطالب لما بيكون قاعد قدامك في المحاضرة بتشوفه إشي، بس على السوشيال ميديا بتشوفه إشي ثاني. فلما بشوف الطلاب يعني قاعدين بتقاتلوا مع بعض وقاعدين بسبوا على بعض، قاعد واحد بيحكي للثاني احترم حالك، واحد بيحكي للثاني انت قليل أدب وانت بتعرفش كيف تحكي مع الناس، يعني عن جد يعني ظاهرة غريبة جدا 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 جدا. يعني بجوز هاي من محاسن السوشيال ميديا انها بتكشف عن بعض العيوب بشخصياتنا، يعني في اللي قدامك هيك ما بتقدر تشوف شو في عنده، بس لما بدخل على السوشيال ميديا وبصير يحط لك صور ويحط لك كلمات وعبارات وكذا، فبتستغرب يعني معقول هذا الطالب بتصرف بهاي الطريقة؟ يعني انا خاصة قدام العالم كله، لما انا عندي جروب هذا الجروب فيه 2600 طالب بجروب البايوكيمستري، فأنا قاعد بسب على طالب خاصة أنا بنت وهو شاب ولا أنا شاب وهي بنت، يعني أنا مش عارف كيف شاب بغلط على بنت قدام 2600 واحد، أصلا هي مبدأ كيف تغلط على بنت، كيف بنت بتقعد بتتقاتل هي وشاب قدام 2600 واحد، يعني مش هيك الإنسان، بالعكس الإنسان السوي الإنسان السليم، إنه لما واحد بيقول لي يسب على أبوي بقول له الله يسامحك، هيك أنا بعبر عن أخلاقي. وكان أحد الصالحين يقول يعني كونوا كالشجر يرميه الناس بالحجر فيرميهم بأطيب الثمر، يعني غريبة شغل غريبة جدا. حتى الطلاب يعني الكبار اللي موجودين على الجروب وعم تشوف عشان بيبعثوا لي بيقولوا لي دكتور يعني معقول هذا الاشي بين الطلاب قاعد بصير كلام بهاي الطريقة؟ يعني هذا مش صاحبك والله بعث له رسالة بينك وبينه وبتمزح معاه وبتقول له انت واحد بتفهمش ولا انت قليل ادب، وبينك وبينه وبتمزح وميخدين على بعض. يعني انا عن جد مستغرب انه كيف طالب ولا طالبة بكتب على السوشيال ميديا وبتقاتل هو وشاب ولا هو وبنت قدام 2600 واحد. يعني عشان هيك أنا صرت أنزل، يعني عمري ما عملتها إني أنزل بوست وأمنع التعليقات، يعني الناس دقت ببعض، مش هيك يا جماعة؟ عيب، ولو إحنا كلامنا بيعكس تربيتنا. بزي أخيرا كلامنا بيعكس تربيتنا يا جماعة، عيب. بعدين إحنا برمضان جايين على رمضان، والإنسان لما واحد بغلط عليك وانت برمضان بدك تقول له اللهم اني صائم، اللي بسب ابوك ولا بسب امك ولا بغلط عليك بدك تسامحه علشان تسمى باخلاقه. اما اشي تحاليل واشي طب، واحنا الطب مش عارف شو مالنا، واحنا التحاليل مش عارف شو مالنا، وانتوا احترموا حالكم وانتوا احترموا تخصصكم وانتوا شو اللي بتدرسوه واحنا اللي كذا، وشو هذا يدل على جهل، هذا بيدل على فراغ عند الإنسان، وهذا عيب ما بصير. ولذلك أنا يعني كم من طالب، طبعا
المشكله انه يعني في هاي الاغلبيه الصامته برضه مزعجه. يعني لما انت 360 طالب، ال 360 طالب ساكتين و10 عاملين مشكله وبتكاتروا مع بعض، وهذا الجروب لكم لل 360 اصلا مش لازم تسمحوا شيء يصير زي هيك. يعني انت لما بتحكي بتضلك ساكت حتى. يعني الجروبات الدفعة السابقة بيقولوا لي شو هالدفعة هاي يا دكتور، شو هالدفعة هاي اللي 119، شو ها معقول هيك؟ لأنه إحنا مخليين 5 و6 و7 قاعدين بسيئوا للمجموعة بهاي الطريقة السيئة جدا. لذلك لا، إنه لما بصير إشي مثل هيك، هذا صاحبي صديقي ابن شعبتي ابن جروبي بدي أحكي له عمي ما تحكي هذا الحكي عيب، أنت قاعد بتسيء. بقول لك غلطوا علي، مش مشكلة اسكت اسحب حالك واطلع، بس انك تصير ترد الاساءة بالاساءة هاي مش من اخلاق لا الانسان السوي ولا السليم ولا اخلاق دينية ولا اجتماعية ولا كذا. عيب والله انها عيب. يعني تشوف الطالب قدامك بالصف ما شاء الله عنه زي الملاك، ولا هالبنت الوداعة وهاللطافة وهالكذا، بعديها بتشوفها على الفيسبوك بتشوف انه عباره عن يعني بركان وهائج. شو الدعوه مالكم يا جماعه الخير؟ هذا ابن صفك وابن دفعتك وابن شعبك وابن جامعتك، ولو هيك احنا بنحكي مع بعض؟ احترم حالك، وانت ما بتحترمنيش، وانت كلامك فارغ، وانت شو هذا؟ هذا بنحكى؟ هذا بنحكى هيك على السوشيال ميديا قدام الناس؟ وكمان بنعمل لهم لايكات وبصفقوا لهم في كمان واحد؟ ما بصير. فأنا يعني بطلت أحط تعليقات، يعني حتى بيبعثوا لي على الخاص وكذا الممثلين ويا دكتور وكذا، مش هيك. يعني حتى إنه الدكاترة بأخذوا فكرة مش كويسة، وحتى يعني إذا الدكتور مفكر إنه مثلا يتعاطف مع بعض الناس اللي علاماتهم سيئة ببطل، لأنه بشوف هالسلوك هذا إشي غلط. فبالنسبة للامتحان، أنا كنت أحكي عن الامتحان كثير كان كويس. الوقت اللي نحل فيه الامتحان كثير برضو كان كويس، يعني نادراً الطلاب اللي أخذوا الوقت كامل أصلاً. العلامات ممتازة جداً، 80% من الطلاب جابوا فوق 80%. هلا في ملاحظة كثير مهمة، اللي هي أي طالب بصير عنده مشكلة بالنت أو كذا كلنا يتواصل معاي أثناء الامتحان. هلا في طلاب برجع لك بعد ساعتين من الامتحان بحكي لك إنه أنا صار عندي مشكلة. طب ماني أنا قاعد بستنى فيك وقاعد بفتح وبمدد بالامتحان علشانك، علشان تتصل علي وتحكي لي، علشان أعطيك دقيقة دقيقتين زيادة تلحق تخلص امتحان. فما براجعني، بروح بيجيني بعد ما يخلص الامتحان اللي هو جاي بحكي لي، لا عارف، لا اتصل علي ولا خبرني، ولا من خلال زميل ولا من زميلت ولا من أي حدا بالدنيا. هذا إشي ما بصير، بزبطش. هلأ إجمالاً أي واحد بصير معه مشكلة، إحنا السياسة عندنا كالتالي: تكتب المشكلة تبعتك، تحاول تصورها على تلفونك، بتبعث رسالة للإي ليرنينج، أظن اسمه إلكترونيك ليرنينج، موجود اسمه مركز التعليم الإلكتروني بجامعة النجاح، مسؤول عنه الدكتورة سائدة عفوني، وفي واحد اسمها لما ياسين، بتلقاهم على موقع الجامعة، بتكتب لهم إيميل، بتشرح لهم القصة، هم بردوا علي بتقرير كامل. يعني هم بدخلوا على الموديل بشوفوا متى دخلت وكيف طلعت، إذا تم إخراجك من النظام كيف طلعت من النظام، وأي ساعة دخلت وأي ساعة طلعت وكيف فصل عندك، وبيبعثوا لي تقرير كامل. فيعني الصبح جاني تقرير عن بنت قالوا إنه كلامها مظبوط، وبالتالي يفضل إنك تعدل هالامتحان، لأنه فعلاً خرجت من الموديل لفترة وردت رجعت بوقت معين، كلامها 100% صحيح. وطالب آخر أحكوا لا، إنه الكلام غير صحيح، لأنه مبين على السيستم إنها هيها في الساعة مثلاً 9:05 كانت على السؤال الأول، 9:07 كانت في السؤال الثاني، 9:09 كانت في السؤال الثالث، فيعني لم تخرج من الموديل. فيعني هاي ملاحظة، وبحاول إني أكتبها كمان، أنا أنزلكم إياها علشان حتى إذا حدثت أي مشكلة معكم ومع بأي مسار برضو تشتغلوا بهاي الطريقة. تمام. هلا بالنسبة للفاينل، غالبا حيكون عندنا الفاينل أسئلة موحدة ما بين كل الدكاترة وما بين الشعب كلياتهم، لأنه في بعض الطلاب عم بيحتجوا الدكتور فلان بيعمل كذا، الدكتور فلان بيعملنا كذا، فلان بيعملنا كذا،
وعند كل الدكاترة يعني بروحوا عند سعد بيحكوا له الدكتور إياد عمل لهم كذا أنت ما عملت لناش، بروحوا عند أحمد مصاروي بيقولوا له الدكتور سعد عملنا كذا، بيجوا عندي بيقول له الدكتور أحمد مصاروي عمل كذا وفلان عمل كذا. تمام، فإحنا يعني اختصارا لكل هاي الكلام اللي إحنا مقتنعين إنه مش صحيح برضو معظمه، وإحنا تقريبا منسقين لحد بجوز 90% مع بعض في كل إشي، يعني عارفين كل واحد شو قاعد بيعمله وكل واحد أسلوبه وطريقته. تمام، لكن الفاينل غالبا حيكون عندنا أسئلة موحدة إن شاء الله في الـ في الـ في الأسئلة إن شاء الله. تمام، حبلش أنا محاضرتي، في حدا حابب يحكي كلمة كلمتين قبل ما أبلش؟ دكتور يعطيك العافية. تفضل. يا دكتور بدي أحكي شغلة عن امتحان مبارح. تفضل. هلا أول إشي كان إحنا أول مبارح عنا امتحان فرص وكان امتحان أصلاً طويل. شوي دكتور عم بقطع الصوت مش سامع. بدك تقولي لنا أول إشي قديش جبتي ولا بكيش؟ إيه لا بفضل أنت تشوفها لأنه يعني علامة أبداً مش منيحة. طبعاً هلا بتطلع 13 منها. لا 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 طيب ارجع لها وشوفها دكتور. طيب اصلا ما كان معنا مجال ندرس الامتحان مظبوط ويعني خلال امبارح المعظم انا بدي اقطع عليك واسالك سؤال لما صحيح. مثلا هذا الكلام انا بدي ارد عليك برقم 84 طالب 90% من اصل 360 شو كيف بدك تبرريها دكتور؟ في ناس مثلا التحاليل ممكن ما كان عندهم امتحان قبل او ممكن كان انا ما بعرف بس بالنسبه للطلاب اللي عندنا الشعب اللي جايب العلامات الكامله ما يعني اكثر من 70% من الطب دكتور ما انا جايتك باكثر من عامل ادى هاي العلامات انه الاختلاف فيها فانا يعني شوي لو سمحت انه تسمعني للاخر هلا اللي بدي احكي انه اوكي امبارح يعني المعظم مش بس لحالي تم قاعد طول النهار وهو بدرس عشان يخلص الامتحان قبل ما يجي الموعد وفي ناس ما يعني ما قاموا من مكانهم عشان يخلصوا انا منهم هلا بالاخر لما يجي الامتحان بيجي اسئله انا فاهمه انه هذا القصه يعني مش مشكلتك انت بتحط الاسئله والواحد على حظه بيجي اسئله فالاسئله ما كانت في نفس الشيء اسئله صعبه هن الاسئله كلياتهم تقريبا نفس المستوى وقصه ال 20% صعبه هاي كانت مزحه وانا نزلت منها مزحه اوكي بس برضو بعد ما احنا خلصنا الامتحان كل واحد كان عامل سكرين شوت للاسئله يعني اللي اجته فبنطلع على اسئله الثانيين ففي اسئله يعني معظمهم سهل في ناس ايش عندهم صعب وفي ناس يعني متوسط يعني انت برضو الاسئله ما بتعرف مين بدهم يطلع برضو هذه مش مزبوطه بتعرفي ليش لانه انا السؤال لما بيجيني بالامتحان غير لما بشوفه بعد الامتحان بالضبط دكتور كمان هاي شغله انه يعني ترجع للسؤال اللي قبله يعني بجوز بتفكري انه السؤال اللي تبعك صعب بس لما بتفرجيه لغيرك بعد الامتحان وهو مرتاح بقول لك شو هالسؤال سهل طب ليه ما عرفتيهوش يعني مثلا اول بنت خلصت عند الامتحان جايبه 14 من 15 طلعت عليها مش حابب احكي اسمها بجوز بتحبش شايفه خلصت الامتحان كانها كانها 9 دقائق شايفه جايبه 14 واسخف سؤال في الامتحان اللي هو تابعت اظن الهرمون اللايبيز انه اللي بيعمل له انهيبيشن حاط الجلوكاجون بدل الانسولين يعني هذا انا بعتبره من اسخف سؤال وحال للاسئله الصعبه اللي انتم بتسموها صعبه فلخمه الامتحان والاسئله كل سؤال انت عندك في الامتحان ببين صعب غالبا تفضلي يا رزان دكتور كمان شغله انه ترجع للسؤال اللي قبله يعني انا في اكثر من سؤال علقت عليهم هذه تحلم مش فيها لم تحدث طب دكتور يعني لما يكون لما احنا كنا الورقه نقدم الامتحان على الورقه كنا نحط مثلا اشاره عند السؤال اللي انا ما بعرفه وارجع له اخر وقت مش اني اضيع على وقت بس احنا مش على ورقه احنا تعليم الكتروني يعني انت صح يا دكتور اول شيء كتابك انا بحكيش عنك بحكي انا عن انه انا شو كيف بدي اقلل من حالات الغش اللي ممكن يكون فيها واحد من ال 360 بجوز في طالب واحد غشاش تمام هذا الطالب كتابه قدامه سلايداته قدامه زملائه معه على الخط هذا بيصور السؤال اللي بيعرفوش بيبعثه بروح للي بعده بيجي الجواب برجع للسؤال بحط الإجابة وبيظلوا ماشي فإحنا السيكوينشيال هذا اللي موجود هو للتقرير حالة الغش اللي ممكن يكون فيها واحد من 360 بس هذا أنا شو بعمل أنا بحل لك المشكلة إن زدت لك الوقت يعني لما أنا بعطيك 30 دقيقة ل 15 سؤال multiple choice
في بعض الأسئلة ممكن تحدليهن ب 15 ثانية، معناته أنا معطيك لبعض الأسئلة 3 دقائق، فهذا السؤال مش هترجعي، أنت مش بحاجة ترجعي تفكري فيه، لأن 3 دقائق هي كافية للتفكير. شفتي كيف؟ هلأ هذا الإشي يعني عاجبني أنا؟ لا مش عاجبني، بس يعني بدنا نقلل الغش بهاي الطريقة. يعني إحنا مش مبسوطين، تفكريش إنه أنا عاجبني، أنا مش مبسوط وحاسس إنه في طالب بده ينظم، لكن شو بدي أعمل؟ شو أعمل؟ شكرا دكتور. ولا يهمك يا كلمة. زهرة. دكتور أنا مبارح حكيت. دكتور أنا مبارح حكيت معك وعلشان علامتي. علامتي لك وزي الأول، حكيت لك إني أنا شاكة فيها وهيك، إذا في مجال ترجع تراجع لي أجوبتي أو إذا الغلط مني ولا من المودل. لا لا الغلط بيكون منك، براجع لك إياها، لأنه هاي الكمبيوتر هذا ما بزبطش إنه يعطي غلط فيه، لأنه هذا مثلا أنا بحط الجواب إيه، إذا أنت حطيتي بيد يحط لك إياها غلط. بشوف لك الأسئلة إن شاء الله، بلكن افضيت هيك وعملت لكم كل الطلاب اللي عندهم مشاكل في المراجعة، بشوف لك إياها. حاضر، بس ذكريني يعني تركي نحكي يا زهرة. دكتور عن إيش نقدر نعرف شو الأجوبة الصح لكل الكوزات عشان نتعلم؟ نقدر نقدر نقدر. وين دكتور عندك تنزلهم مثلا؟ من 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 ناقشهم واحد واحد، بنحاول نناقشهم واحد واحد. أو إذا بدكم من شو نناقش بعض الأسئلة اللي أنتوا شاكين فيها. أوكي. لأنه الأسئلة البنك كبير، يعني 60 سؤال بجوز بدهم 2-3 وإحنا نناقش فيه. حدا ثاني بدي يحكي قبل ما أبلش؟ أشرح لي 3 ساعة. دكتور لو سمحت بس بدي أحكي شغلة أخيرة. تفضل. ممكن اليوم ما نأخذ كتير لأنه علينا على الساعة 6 هيستولوجي ولسه يعني مش كتير مخلصين فيه. قديش بدك يا رزان أشرح؟ دكتور قد ما بدك أنت، بس يعني إنه قل لنا شوي. لا دكتور انت قد ما بدك. طيب بدي اشرح لك سلايدتين ملاح. شكرا دكتور. خلص زي ما بدك يا كلبوني ولو. طيب بدنا نذكر بشغلي هلا حبلش انا ان شاء الله، يعني اللي مش حابب يسمع المقدمه هاي اللي ناقشناها بتحكوا للطلاب الدكتور احكي شغلات ما مالهاش داعي، بتقدر تبلش وثلث، مع ان انا بشوف هاي الاشياء اهم يعني. اجمالا لأنه في طلاب خلاص هيك بحس حاله إنه هو اللي بيعرف كل شيء واللي ما حدا مفروض يوجهه، بس إحنا منذكر بعض أنا لما بحكي هذا الإشي بحكي لإلي قبل ما أحكي لإلكم، يعني بوجه الكلام لحالي إني لازم أنا أتصرف بهاي الطريقة، ولما يوم من الأيام واحد يغلط علي بتذكر إني أنا كنت أنصح الناس إنها ترد صح، فأنا عيب إني يعني شو وين راحت جزيل؟ وين راحت؟ كبر مكتن أنت إيش؟ أن تقولوا ما لا تفعلون، مش بصورة الصف هذه، كبر مكتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيعني الواحد لما بيحكي للناس شغلي بحاول إنه يلتزم فيها قدر الإمكان، وإحنا منذكر بعض. إجمالا أحكينا في المحاضرة السابقة واللي قبلها أحكينا عن النيتروجين، والنيتروجين هو الأمينو جروب اللي موجود في الأمينو أسيد. هذا الأمينو جروب، هاي الأمينو جروب اللي موجودة بالأمينو أسيد يجب إزالتها، يجب شو إزالتها؟ منزيل الأمينو جروب من الأمينو أسيد بخطوتين. الخطوة الأولى سميناها ترانزامينيشن، هاي في أول سلايد أو الثانية، هاي هين ترانزامينيشن، والخطوة الثانية أكسيداتيف ديأمينيشن. هاي الأمينو جروب لما بشيلها بتطلع على شكل أمونيا، هيها هون أمونيا NH3 أو NH4، فري أمونيا، شايفين هون إذا بتقرأ بخط صغير فري أمونيا. It provides one of the nitrogen atoms of urea، هاي أمونيا لما بشيل الأمينو جروب بتطلع أمونيا. الأمونيا مادة سامة جدا، بدخلها في pathway cycle اسمها يوريا سايكل. هاي اليوريا سايكل تقوم بتحويل الأمونيا إلى إيه؟ إلى يوريا. اليوريا هاي بتروح على الدم، بعد ما تروح على الدم بتروح على الكلية، الكلية بتنظفها وبتنزلها باليورين، ولذلك اليورين
ملان يوريا، وأصلا في ناس بتخربط أحيانا، بدل ما تقول يورين بتقول يوريا، بدل ما تقول يوريا بتقول يورين، تمام؟ بخربطوا حتى بالحكي. ليش بخربطوا بالحكي؟ لأنه الغالبية العظمى المكون الأساسي في اليورين هو كمركب نيتروجيني هو اليوريا، تمام؟ الآن هاي اليوريا إذا تطلع من الجسم، وحكينا مبارح أو المرة الماضية عن المرض اللي لما بصير عندنا فشل في الكلى وبتزيد اليوريا بالدم، وبتروح اليوريا على الأمعاء وبتروح على البكتيريا تبعت الأمعاء، والبكتيريا الأمعاء بتكسر اليوريا إلى أمونيا، والأمونيا بتروح ترجع على الدم، وكلنا بنعطي مضاد حيوي اسمه نيومايسين. هذا كلام كثير مهم كثير مهم. هذول الناس اللي بيغسلوا كلى والناس اللي عندهم ضعف في أداء الكلى بترفع عندهم اليوريا بالجسم، وهي اليوريا تؤدي إلى ارتفاع الأمونيا في الجسم نتيجة البكتيريا الأكشن، الانتستينال بكتيريا الأكشن، وهذا مهم جدا عند الدكاترة أخصائيين الكلى يتعرفوا عليه، تمام؟ إذا شرحنا هذا كليات المرة الماضية، اليوم بدنا نشرح على سلايدتين علشان تروحوا تدرسوا، اللي هي الميتابوليزم اوف امونيا. ميتابوليزم اوف امونيا، شو هي الامونيا؟ الامونيا قلنا هي الامينو جروب اللي بتيجي من الامينو اسيد، تمام؟ هي الامينو جروب اللي بتيجي من الامينو اسيد، لما منشيل الامينو جروب من الامينو اسيد بيطلع لنا امونيا. وين تنتج الامونيا؟ كل خلايا الجسم بتعمل امونيا، يعني كل خلايا الجسم بتكسر الامينو اسيد، كل خلايا الجسم بتكسر الأمينو أسيد وبتعمل أمونيا، تمام؟ طب هل الأمينو أسيد هو مصدر الأمونيا فقط؟ لا، أي مركب يحوي على نيتروجين بالجسم لما منشيل النيتروجين منه بتنتج عنا أمونيا، تمام؟ يعني إذا سألنا بالامتحان قلنا إنه مصدر الأمونيا اللي في الجسم هي بس من الأمينو أسيد، من كله غلط، الجواب غلط، تمام؟ ومش سؤال صعب هذا تيجي تقوله عنه لأنه بسيط. إذن هل مصدر الأمونيا بالجسم فقط من الأمينو أسيد؟ لا، لكن الأمينو أسيد يعتبر أكبر مصدر للأمونيا بالجسم، تمام؟ هلأ هل الأمونيا بالجسم بنطلعها على شكل أمونيا من الجسم؟ لا، ما بنطلع إحنا أمونيا، الجسم ما بيطلع أمونيا، ولا بيحكي لك بيحول الأمونيا إلى يوريا زي ما حكينا مبارح باليوريا سايكل. طب ليش بيحول الأمونيا إلى يوريا؟ برضو زي ما حكينا مبارح باليوريا سايكل، لأنه المادة الأمونيا هذا المركب مركب خطير وسام جدا جدا جدا، وإحنا اليوريا بنجمعها باليورين، واليورين بتجمع بالبلدر، تمام؟ يعني إحنا منخزن يورين بالجسم عبين ما إحنا نجمع كمية معينة من اليورين، بصير منحس إنه بحاجة للتبول فمنروح ومنبول، يعني ممكن نبول 100 ملي ولا 200 ملي، خاصة لما بنصحى الصبح منكون مثلاً شاربين ومش طرايحين على الحمام طول الليل وشاربين كثير أشياء قبل ما ننام. نصحى الصبح شو؟ يعني التانك تبع اليورين اللي بالجسم مليان. هلأ هذا شو في نيتروجين؟ النيتروجين اللي فيه بتكون على شكل يوريا وليس أمونيا، لو هاي أمونيا بتقتلك، يعني لو بدك تخزن هاي الكمية من الأمونيا بالجسم والأمونيا سامة جدا ممكن تقتلك، تمام؟ سامة جدا، ولذلك لازم نحول الأمونيا إلى يوريا. أين يحدث ذلك؟ قلنا مبارح برضو بالليفر. إذن اليوريا سايكل تحدث وين؟ تحدث بالليفر، تمام؟ إذن the level of ammonia in the blood must be kept شماله very low، دائما مستوى الأمونيا. ليش؟ لأنه بقول لك حتى even slight elevation of ammonia are toxic to the central nervous system. شوف الأمونيا، الأمونيا سيئة جدا. ليش؟ لأنه أول إشي الأمونيا هي مادة سامة جدا، اثنين سميتها على السنترال نيرفس سيستم، يعني الأمونيا سيئة جدا، مش بس سيئة وجدا. طب ليش جدا؟ بتجاوب مقطين، لأنها أول إشي الأمونيا هي مادة سامة لكل خلايا الجسم أولا،
ثانياً سمية الأمونيا تتركز على السنترال نيرفوس سيستم، يعني الملك تبع الجسم، يعني الخطر تبع الجسم. ولذلك لازم يكون عندنا ميكانيزم لإيش؟ للترانسبورت. وين تنتج الأمونيا؟ قلنا all tissues. طيب وين بدي أحول الأمونيا إلى يوريا؟ بالليفر. معناته بدي ركز مليح، يعني بدي أنقل الأمونيا من كل الخلايا ووديها على الليفر من أجل تحويلها إلى يوريا. بعيد الجملة كمان مرة، يجب نقل الأمونيا، يجب نقل الأمونيا من كل التشوز في الجسم إلى الليفر. ليش؟ من أجل تحويلها إلى شو؟ يوريا. طيب طلع من كثر ما هي الأمونيا سامة جدا، بقولك ممنوع تنقل الأمونيا من التشوز من التشوز للليفر، للليفر على شكل شو؟ يو أمونيا. يعني أنا بدي أنقل أمونيا من الخلية للليفر، وقول لك ممنوع تنقلها أمونيا. طب ولا شو أعمل ما نبدأ نقل أمونيا؟ بقول لك حول الأمونيا لمركب آخر في التشوز وأنقلها على شكل مركب آخر، ولما تروح على الليفر بترجع على أمونيا ثم بتحولها إلى يوريا. تخيل ممنوع، تخيل ممنوع تنقل الأمونيا بالدم على شكل أمونيا. ولا شو أعمل؟ بقول لك في داخل الخلية بتحول أول شيء الأمونيا لمركب آخر، بعدين هذا المركب الآخر بتوديه على الليفر بترجعه لأمونيا، وبعدين بتحوله ليوريا. شوف قديش الجسم دقيق وحلو. أوكي؟ طب يعني ما عندناش أمونيا بالدم نهائياً؟ بلى، عندنا شوية. منين جايات غالباً؟ جايات من المحاضرة الماضية لما حكينا إنه جزء من اليوريا بتروح على الأمعاء. هذا إشي مهم جدا بالطب يا جماعة، وبالتحاليل الطبية خاصة عشان تعرف شو يعني ليفل في يوريا، ليفل في أمونيا. تمام؟ إذا بترتفع كمية الأمونيا اللي بالدم، بيكون سببها الأمونيا اللي جاي من الانتستين نتيجة البكتيريا الأكشن على اليوريا. تمام؟ ولذلك الليفل اوف أمونيا must be شمالها مينتي. طب وإذا ارتفعت الأمونيا بالجسم بنسمي الحالة هايبر أمونيميا. شو اسمها؟ هايبر أمونيميا. أول إشي شوف هالمعلومة ما أحلاها. The capacity of the liver أو hepatic urea cycle exceeds the normal rates of ammonia generation. شو يعني؟ ركز مليح. الأمونيا احفظ، احفظ عن غيب، الأمونيا مادة خطيرة جدا جدا جدا. وين بحول الأمونيا إلى يوريا؟ بالليفر. هل الليفر تستطيع تحويل كمية الأمونيا إلى يوريا حتى لو كانت كمية الأمونيا زيادة؟ الجواب، ركز مليح، هذا الكلام مهم جدا بالطب. هل ممكن تحويل جميع الأمونيا اللي بالجسم إلى يوريا حتى لو كانت كمية الأمونيا زيادة؟ طب لو الضعف برضو؟ شو يعني؟ يعني the capacity of the urea cycle، يعني قدرة اليوريا سايكل، ركزوا، قدرة اليوريا سايكل اللي موجودة بالليفر أكثر بكثير من كمية الأمونيا المطلوب تحويلها إلى يوريا. شو يعني؟ ليش هيك؟ هاي طبعا حكمة ربانية. ليش ربنا خلقها هيك؟ ربنا خلقها هيك علشان إذا واحد صار عنده شوية خلل بالليفر يبقى يستطيع تحويل الأمونيا إلى يوريا، وبالتالي الأمونيا ما تسممه. شفتوا هاي حكمة ربانية هاي. تمام؟ يعني برضو هاي مهمة جدا بالتحاليل الطبية علشان ما تظلكم مش متكاتلين. شايفين حتى الأمونيا بتوحد، مش بس رمضان يا جماعة، حتى بالتحاليل الطبية لا يستدل على الليفر فانكشن من فحص الأمونيا. شو يعني؟ يعني بجوز يجي واحد يقول أنا بدي أفحص أمونيا بالدم، إذا الأمونيا مليحة معناته الليفر كويسة، لأنه الأمونيا بتتحول إلى يوريا بالليفر. بما أنه
فيش أمونيا زيادة في الدم، فيش أمونيا زيادة، معناته الليفر ممتاز. من كل جوابك غلط، استنتاجك غلط. ليش؟ والجواب بيكون من كل the capacity of the urea cycle exceeds the normal rate of ammonia generation. تمام؟ exceeds the hepatic the normal rates of ammonia generation. يعني لازم الليفر كثير تخرب علشان الأمونيا تظهر في الدم. طب ليش ربنا خلقها هيك؟ الحكمة، لأنه إذا واحد خربت عنده الليفر بتروح مرتفع عنده اليوريا ويروح متسمم وبتكتله قاتلي. تمام؟ طيب قديش نسبة الأمونيا برضو هاي للتحاليل الطبية علشان يحفظوها، وانتو برضو طلاب الطب كمان، كم نسبة الأمونيا؟ هلا بزعلوا الصيدلي والتاني. كم كمية الأمونيا اللي موجودة في الدم؟ النسبة الطبيعية من 5 إلى 50 ميكرو. طلعت ركز على الوحدة بالميكرو، يعني كمية قليلة جدا. however لكن إذا خربت الليفر وبطلت الليفر تحول الأمونيا إلى يوريا، ممكن يوصل more than 1000 ميكرو مول بير لتر، كمية ضخمة جدا. تمام؟ طب شو سببه هذا؟ ممكن يكون مشكلة وراثية جيناتك. شو يعني؟ يعني اليوريا سايكل اللي بتحول الأمونيا إلى يوريا أحد الأنزيمات الخمسة اللي هين في ديفكت. إذن هذا سبب. طب في سبب ثاني ممكن؟ ممكن سبب ثاني يكون أكوير. شو يعني أكوير؟ يعني صار فيروس الليفر، صار عند الإنسان هيباتايتس، صار عنده التهابات في الكبد، وصار عنده تشمع بالكبد وتليف بالكبد وخرب الكبد. هذا ما عندهش مشكلة نقص إنزيمات، هذا الكبد مرض. إذن ممكن سببين للهايبر أمونيا، أول واحد جيناتيك، والثاني شو ماله؟ أكوايرد، نتيجة شو؟ ليفر ديزيز. هاي الهايبر أمونيا اللي هي الألف تعتبر في الطب ميديكال إميرجنسي. شو يعني؟ يعني حالة طبية طارئة خطيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة. طب شو بدي أعمل بهاي الحالة؟ بدي أعمل بهاي الحالة إن هاي الأمونيا يجب التخلص منها بطريقة ما، ولذلك وسريعة جدا ميديكال إميرجنسي. شو يعني؟ يعني بتحطه على هالعرباية وبتصير تركض فيه، بدنا نعالجه بطريقة. ليه؟ لأنه الأمونيا is neurotoxic، لأنه الأمونيا سميتها على السنترال نيرفس سيستم. شو يعني بتعمل؟ بتعمل أمونيا intoxication. طب شو يعني أمونيا intoxication إذا أجتك في الامتحان؟ شو يعني أمونيا intoxication؟ بتقول تريمرز، زي رجفة، بصير عنده تأتأة بالكلام، بصير عنده vomiting، cerebral edema، بصير عنده غباش في الرؤية، و at high concentration قد تؤدي إلى coma and death. إذن هاي شو هي؟ أمونيا intoxication، هاي الأعراض تبعتها. إذن هذولا أو هاي الهايبر أمونيميا زي ما حكينا قبل شوي هي نوعين. النوع الأول أكويرد، نتيجة مرض معين، فيروس، بكتيريا، التهابات، ضربة، تيومر، أي إشي. والثاني هيريديتري، بيكون سببه نقص في أحد شو؟ أنزيمات اليوريا سايكل. هيك جاهزين زي ما حكينا، سلايدتين بس. اللي عنده سؤال يا جماعة بيقدر يسأل. ثلث ساعة بالضبط، شايفين 17 حتى. اللي عنده سؤال يا جماعة، عنده سؤال حابب يسأل؟ طيب يعطيكم العافية ونتمنى لكم التوفيق بكويز اليوم أو الكويزات اللي ضايلت. يلا سلام عليكم، يعطيكم العافية.